قرر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء يومه الثلاثاء متابعة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف بمومو في حالة سراح مع أداء كفالة قيمتها 10 ملايين سنتيم، ووجهت النيابة العامة لمومو تهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها، وذلك على خلفية اختلاق جريمة سرقة وهمية وبثها عبر أمواج إذاعة هيت راديو لزيادة المشاهدات، كما تقرر في نفس القضية متابعة المتهمين آخرين في حالة اعتقال وإيداعهما سجن عكاشة بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.